في سنة 73 كان فيه عدوان على الجمهورية العربية المصرية، فالشيخ زايد الله يرحمه بعث ابنها البكر ولي عهده في ذلك الوقت إلى الجبهة للوقوف على الاحتياجات في الجبهة المصرية، وهذا ما في شك أنه هو الإعداد، إعداد القادة، هو يعد في ذلك الوقت الشيخ خليفة لأن يكون قائد لمثل هذا اليوم. 73 ولي عهد يبعث إلى جبهة في مصر، شو يعني من وجهة أخرى؟ يعني أن مصر غالية على الشيخ زايد الله يرحمه، مصر غالية على سيد الشيخ خليفة، مصر غالية على سيد الشيخ محمد بن راشد، مصر غالية على سيد السمو الشيخ محمد بن زايد، مصر غالية عندنا جميعا. الإمارات في 73 شاركت الإخوان في مصر والشعب المصري، شاركوا على عدو واحد واللي هو إسرائيل كان في ذلك الوقت، فعدو مصر هو عدو الإمارات، عدو الشعب المصري هو عدو شعب الإمارات.